وهو متابعة جزء من المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في أبو ظبي في 10 فبراير القادم على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي بالطبع. التي تحظى بأصداء وسيط إعلامي واسع. إن استضافة السوبر المصري الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للمرة الثانية هنا في دولة الإمارات ما هو إلا تأكيد للنجاحات الكبيرة التي تحققت في النسخة الماضية التي احتضنها استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وحظيت باهتمام إعلامي وحضور جماهيري غفير تفاعلا مع مجريات المباراة والفعاليات التي صاحبتها. كما أن الاستضافة هذه السنة تأتي في ظل العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، وترجمة للحب والمودة التي زرعها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بين الشعبين الشقيقين. وهنا أود أن أتقدم بالشكر للاتحاد الإمارات لكرة القدم على المساهمة الفاعلة في احتضان العاصمة أبوظبي للعديد من الأحداث والبطولات الكروية، والشكر بالتأكيد موصول للقائمين على نادي الجزيرة واستاذ محمد بن زايد على تعاونهم المستمر وتوفير كل متطلبات النجاح في استضافة السوبر المصري. كما نتقدم بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة برزنتيشن على جهودهم، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله، ونترك الكلمة للأخ محمد كامل فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا. الحمد لله رب العالمين. عزيزي السيد عايد مبخوت، أستاذ إبراهيم النمر، السيد عارف العواني، أستاذ يعقوب السعدي، صديقي أسامة الشيخ، للمرة الكام العشرين الثلاثين نتواجد في بلدنا الثاني دولة الإمارات. خلاص بقى في حالة كبيرة رياضية قوية جدا بين دولة مصر ودولة الإمارات. احنا حاسين بالراحة جماعة. الحدوتة مش حدوتة، احنا جايين نعمل مباراة كرة قدم فقط، لا، احنا جايين في بلدنا التاني، ما عندناش اي احساس. السنة اللي فاتت عملنا نجاح كبير جدا في استاد هزاع في مباراة السوبر، ما قدرناش نطلع، فقربنا جدا وجينا هنا في مدينة أبو ظبي اللي احنا اللي بتحتضن النسخة التانية من السوبر المصري. لازم نشكر كل القائمين على اللي قاموا وعملوا لنا اليوم بتاع المرة اللي فاتت. بشكر جدا استاد هزاع بن زايد وشركة العين والشغل اللي عملوه معانا السنة اللي فاتت. والسنة دي بنفتح صفحة في واحد من التحف المعمارية الموجودة هنا، استاد محمد بن زايد، اللي احنا شايفين حالة من الطمأنينة جدا مع كل القائمين في هذا العمل. كل الناس بتساعدنا، كل الناس مرحبة بينا. سيبكوا يا جماعة من موضوع انه يرحب بيك، بس هو مش بيرحب بيك، بس هو فرحان ان انت موجود معاه. هو